صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي؟ كتاب ملخص للتفسير في 8 مجلدات، يقول لخصته لأجل الحفظ. تحفظون 8 مجلدات؟ هذا طيب، فهو لخص لكم الأقوال، أقوال المفسرين في الآية وجمعها في هذا التفسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. وهو كتاب جيد، كتاب جيد، خلاصة للتفاسير. نعم.